بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه مداخلة بعنوان تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الجزائري كمدخل التحول الاقتصادي الأخضر، قدمت في إطار فعالية الملتقى الوطني الافتراضي الاقتصاد الأخضر، وجهة المؤسسات نحو تطبيق ممارسات تسويقية حديثة لإلساء مبادئ ومتطلبات التنمية المستدامة. وقدم من طرف الباحثين الأستاذ عبدوس عبد العزيز من جامعة أبو بكر القايد بتيليمسار، وطالب صدر أبو عزة بوسيف من جامعة بلحاج بوشعيب بعين بوشنت، وهو متحدث الآن تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة وتحليل قدرات التنافسية المستدامة الاقتصادي الجزائري وفقا للمؤشرات العالمية المعتمدة وتبيين نقاط الضعف فيها وأسباب تراجع مرتبة الاقتصاد الجزائري، حيث تركز على أهمية تنمية هذه القدرات باعتبارها أحد ركائز الولوج للاقتصاد الأخضر. ولهذا طرحنا الإشكالية التالية: كيف يمكن للجزائر من تحسين أدائها التنافسي المستدام وتحول الاقتصاد الأخضر؟ مع طرح أسئلة فرعية: ما هو وضع الجزائر من حيث القدرات التنافسية المستدامة؟ ما جهود الجزائر في تحول الاقتصاد الأخضر؟ ماذا حققت الجزائر حتى الآن في تعزيز تنافسيتها وتحول الاقتصاد الأخضر؟ والإجابة على هذه الأسئلة نشرع في تعريف القدرات التنافسية المستدامة، والتي يعرفها تقرير منتدى الاقتصاد العالمي بأنها مجموعة من المؤسسات والسياسة والعوامل التي جعلت الدولة منتجة على المدى الطويل مع ضمان الاستدامة الاجتماعي والبيئية. ولقياس هذه القدرات التنافسية هناك عدة مؤشرات، ومن أشهرها مؤشر التنمية المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤشر مؤسسة سولابيليتي، وهو مؤسسة مستقلة تعمل بالشراكة بين كوريا الجنوبية وسويسرا. الشكل التالي يوضح مخطط أو منهج المنتدى الاقتصادي العالمي في قياس القدرة التنافسية المستدامة، والذي يتم دمجه بين ركيزتين، وهما ركيزة الاستدامة البيئية وركيزة الاستدامة الاجتماعية، مع ضربهما في مؤشر التنافسية العالمية نخص الأخير إلى مؤشر التنافسية العالمية معدل الاستدامة. أما مؤشر سولابيليتي فيوضحه الشكل التالي، الذي يوضح مؤشراته الرئيسية الخمسة مع وجود مؤشرات فرعية ضمنها هرم تصاعدي حسب قوتها ابتداء من رأس المال الطبيعي وانتهاء بالحوكمة، بينما تأثير تنازلي من حيث التأثير البشري في بناء القدرة التنافسية المستدامة. ننتقل للاقتصاد الأخضر، الذي يعرفه برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأنه الاقتصاد الذي ينتج عنه تحسين الرفاهية البشرية والمساواة الاجتماعية من جهة، ومن جهة أخرى الإقلال بصورة ملحوظة من الأخطار البيئية وندرة الموارد الإيكولوجية، ويرتكز على إعطاء وزن متساوي للتنمية الاقتصادية والعدالة والاستدامة البيئية. ويشمل القطاعات التالية: الطاقات المتجددة، تدوير الكفايات، إدارة الأراضي، إدارة المياه، النقل المستدام، الأبنية الخضراء والسياحة. إذا انتقلنا بالحديث إلى عن الوضع البيئي للجزائر، فإننا الذي يمكن قياسه بعدة مؤشرات، من بينها مؤشر الأداء البيئي الذي تعرف تشرف عليه جامعة بيل الأمريكية، وينقسم لعدة مؤشرات فرعية. ومن الشكل الواضح الشكل يوضح وضع الجزائر المتذبذب بين سنوات 2010 إلى 2020، حيث بلغ أحسن تصنيفها في 2016، ثم عاد للنزول سنة 2020، حيث احتلت الجزائر فيه مرتبة 84 دوليا. وعند ملاحظة المؤشرات الفرعية نلاحظ أن أهم المشاكل البيئية قائمة دون تحسن وضعها، وأهمها التصحر ونقص الموارد المائية. إذا تحدثنا عن موقع الجزائر في القدرة التنافسية ضمن مؤشرات المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يوضحه هذا الجدول فقط لثلاث سنوات، لأنه اعتمد هذا المؤشر فقط لثلاث سنوات ثم توقف عن إصداره في تقاريره الأخيرة. في أول وهن نلاحظ أن الجزائر تحقق مراتب متأخرة في ركيزة الاستدامة البيئية التي احتلت فيها مرتبة ما قبل الأخيرة خلال 2012-2013، بينما بقيت في مراتب متأخرة في ركيزة الاستدامة الاجتماعية رغم بعض التحسن في التنقيب. وبالنسبة لمؤشر التنافسية معدل الاستدامة قد تحسن وضعها إلى 94 خلال 2014-2015، ولكن التقييم جاء سلبيا، فقد رأى أنه غير مستقر بنسبة ناقص 15% وناقص 5%. وبالنسبة لمؤشر التنافسية العالمي نلاحظ تحسنا مقارنة بمؤشر التنافسية العالمي المعدل الاستدامة، مما يعني أن سير الاقتصاد الجزائري يتجه بيتحسن دون مراعاة الاستدامة البيئية والاجتماعية بشكل الجيد. نلاحظ مؤشر أو منهج سولابيليتي لقياس مؤشرات القدرة التنافسية للجزائر الجدول التالي. نلاحظ أنه عرف تدنيا في المؤشر العام، حيث انتقلت الجزائر من مرتبة 74 إلى 2015 إلى مرتبة 147 سنة 2020، وكاد الحال بالنسبة لكافة المؤشرات الفرعية التي تراجعت فيها الجزائر بعد تحسن ملحوظ سنة 2019 لتنزل إلى مراتب متدنية سنة 2020، وهو ما يجعلها في أداء ضعيف. ويرجع السبب في تراجع مؤشراتها الفرعية التي كانت تحقق فيها الجزائر مستويات متوسطة أو أقل من المتوسطة. للولوج إلى الاقتصاد الأخضر اتخذت الجزائر عدة إجراءات بخلال البرامج التالية التي سوف ندخل منها على سبيل الذكر وليس الحصر.
برنامج الانعاش الاقتصادي، الاستراتيجيه للتنميه الربحيه المستدامه، البرنامج التنميه لدعم الانعاش الاقتصادي، البرنامج الخماسي، المخطط الوطني لتهيئه الاقليم، البرنامج الوطني لتنميه الطاقه المتجدده، المخطط الوطني للمناخ، المخطط الجديد لتنميه نشاطات الصيد البحري وتربيه الاحياء المائيه، وكذا انشاء مؤسسه ومراكز تنميه جوانب الاقتصاد الاخضر من بينها المنظمه السعوديه لمانجمنت الموارد المائيه، وانشاء منظومه تشريعيه وتنظيميه لتجسيد مشاريع متعلقه بالاقتصاد الاخضر. وللنظر الى في واقع الاقتصاد الاخضر في الجزائر، فان الجزائر عملت على تخضير عده قطاعات من بينها قطاعات اربعه رئيسيه. القطاع الاول هو القطاع الزراعي، حيث رغم وذلك بتجربه الزراعه العضويه الذي رغم وجود نص قانوني ينظم هذا الزراعه منذ 2008 الا ان سياسه دعم هذه الزراعه غير متوافقه المعالم، بقي الاجمالي الزراعه المزروعه بهذه التجربه 1400 هكتار فقط بين 2016-2017، وهو يمثل 0.02 فقط من اجمالي المساحه المزروعه. اما بالنسبه للمشكل التصحر، ما زالت الجهود ضعيفه رغم مقارنه بحجم المشكله، خاصه مع توقف تاهيل السد الاخضر والذي يمس بالخصوص المناطق السهبيه التي تعاني من الري المجحف وقله الغذاء النباتي. واذا اشرنا الى المناطق السهبيه فاننا نتحدث على 20 مليون هكتار تتعرض لاستغلال غير العقلاني. بالنسبه للطاقات المتجدده، ما زالت الجزائر تعتمد على الطاقات الفوريه لاستخراج انواع كافه انواع الطاقه التي تعرف بنضوبها واثارها السلبيه على البيئه والمجتمع. لهذا اتجهت الجزائر الى الطاقات المتجدده وتشمل الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح والكتل الحيويه والطاقات الحراريه، حيث نجد ان الجزائر امكانيه هائله لتولد هذه الطاقه وبتكلفه مقبوله خاصه الطاقه الشمسيه، حيث بدات الجزائر تتجه اليها تدريجيا وبشكل تصاعدي، اضافه لانشاء عده مؤسسات تعنى بالبحث والتطوير في مجال الطاقات المتجدده مثل مركز البحث والتطوير وتقنيه معقدات استثناء الطاقه وغيرها من المؤسسات. والجدول التالي يوضح المشاريع المجهزه في هذا المجال، اضافه الى المشاريع غير التي هي في طور الانجاز. اذا انتقلنا للحديث عن الموارد المائيه التي كما ذكرنا فان الجزائر تعاني من نقص حاد فيها، فانه كان لزاما على الدول ان تبحث عن موارد متجدده تضمن لها التمويل المستمر لكافه قطاعاتها، حيث اعتمدت على مشروعين هامين. مشروع تحليه المياه الذي صار يمس حوالي 6 ملايين نسمه وهو رقم معتبر، وكذلك مشروع معالجه المياه. غير ان الملاحظ ان عمليه تحليه المياه المالحه تشبه بعض المخاطر مثل مخاطر العمال ومخاطر الموارد المائيه المعالج بها، كما ان تكلفه الذهب الجزائري ما زالت مرتفعه مما يعني نقص استدامتها وانخفاض قدرتها التنافسيه. بالنسبه لمشروع تدوير النفايات، الجزائر تملك ناتجا متزايدا ما لا يقل عن 8.5 مليون طن من النفايات بمختلف انواعها، ما يشكل ثروه قوميه وخطرا بيئيه في نفس الوقت، لكن تبقى نسبه تدويره ضعيفه جدا مما يفتح الباب على مشاكل بيئيه كبيره، ويبقى المستفيد منه هو القطاع الخاص الذي يعمل بشكل غير قانوني، على الرغم من انشاء الوكاله الوطنيه للنفايات في 2002 ونظام ايكوجان الذي يتولى تسجيل وازاله ومراقبه النفايات الحضاريه من نفس السنه. ختاما نخلص الى النتائج التاليه. الجهود المبذوله للتحول الاقتصادي الاخضر تبقى ضعيفة وغير جادة في بعض الأحيان. ثانياً، تأثير المشاكل البيئية على القدرات التنافسية للجزائر، وذلك ما توضحه المؤشرات العالمية، يعتبر استنزاف الثروات غير المتجددة السبب الرئيسي لضعف التنافسية الاقتصادية الجزائري المستدامة. ونوصي في هذا الصدد بضرورة تعميم الوعي البيئي بين شرائح المجتمع والمؤسسات الاقتصادية وتشجيعها على الالتزام بأهداف التنمية المستدامة. ضرورة إطفاء الصرامة في التسويق والمحاسبة، وذلك بفرض عقوبات مالية وضريبية على كل نشاط يضر البيئة. العمل ببرنامج متناسق ومتكامل يشمل التنسيق بين الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية. إنشاء هيئة خاصة تهتم بتعزيز التنافسية وتقييمها على المستوى الوطني ورفع مؤشراتها للجهات الوصية من أجل إعادة إعطاء صورة واضحة على النتائج الجهود المبذولة والنقائص. إضافة لذلك تثمين النشاطات الصديقة للبيئة مثل الزراعة العضوية والزراعة المائية وتربية الأسماك. تفعيل المشاريع المعطلة التي تتعلق بالطاقات المتجددة التي ستفتح آفاق واسعة من حيث تقليص الاعتماد على الطاقة التقليدية غير البيئية وزيادة الدخل الوطني. التعامل بجدية مع واقع النفايات خاصة منها البلاستيكية التي تعتبر خطرا ومحاولة استفادة منها مستقبلا بتدويرها وتوريد الطاقة منها. وأخيرا إعادة بعث تأهيل السد الأخضر لحد من ظهر التصحر عفوا والترويج لثقافة التشجير والحفاظ على الغابات. إلى هنا ينتهي مداخلتنا، وشكرا على حسن الإنصات والمتابعة.